احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد النبي إيليا المعروف بعيد مار الياس الحي، حيث ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس وعدد كبير من الكهنة قداسا احتفاليا بهذه المناسبة في كنيسة مار الياس الواقعة على طريق ما بين القدس وبيت لحم. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد مار الياس. احنا كل سنة بنيجي هون على كنيسة مار الياس في القدس من جميع انحاء الضفة الغربية ومن الشمال. كل أكترية الناس بعيدوا هذا العيد وبيسموا أسماء أبنائهم على اسم شفيع هذه الكنيسة اللي هو الياس. أهل بيت لحم بيت جالة بيت صحور بيحتفلوا بالمناسبة، وكمان من أراضي 48 من القدس من الأردن في زوار. إحنا بنعتبر القديس الياس هو شفيعنا وهو مخلصنا، زي مخلصنا رضا يسوع المسيح باسم يسوع المسيح طبعا. وكل سنة بنحب نيجي ونزوره ونزور كنيستنا ونزور كنيستنا في القدس. والنبي إيليا هو من الأنبياء في العهد القديم والذي يحظى بتكريم عظيم في العهد الجديد. أصوات تناغمت مع أصوات أجراس الكنيسة أثناء القداس، حيث امتلأت مقاعد الكنيسة بالمؤمنين الذين توافدوا من مختلف المناطق المجاورة والقدس لوضع النذور وإضاءة الشموع وتقديم القداديس. إلياس أو إيليا، هذا الاسم الشائع في مختلف أنحاء العالم يحتفل به كل شخص يحمل هذا الاسم. اسمي إلياس أبو عاقل من بيت لحم، وأنا كل سنة باجي على مار إلياس حتى أصلي وأخذ البركة، فبتمنى للجميع عيد سعيد والعام الجميع بخير. ابن الياس وجيت أعيد على كل واحد اسمه الياس، كل عام وهو بألف خير يا ربي. ومنعيد على كل الياسات وعلى الياس ابني وعلى كل العالم. شكرا وسنة سالمين. ويعتبر هذا الدير هو نقطة استراحة لمواكب البطاركة أثناء مسيرهم من القدس إلى بيت لحم خلال الأعياد الميلادية، ويعد من الأديرة القديمة في التصميم يشبه القلعة المحصنة. لنورسات ماردن الحدوة من كنيسة مار الياس القدس.